تقول في سؤالها الآخر: عندما كنت في صغري قمت بوضع الوشم على وجهي، وكان ذلك جهلا مني بحكمه، فلم أعلم أنه محرم وأن من يعمل ذلك ملعون كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم عملي وهل علي كفارة؟ بماذا توجهونني أثابكم الله؟ إذا كنت جاهلا حين ذاك فإنك لا تؤاخذ، ولكن بعدما علمت فإنك لا تعود لمثل هذا الشيء، وإن أمكن أنك أن تزيل هذا الوشم بمعالجته أو بالذهاب إلى الطبيب لإزالة أثره فإنه يجب عليك ذلك. هي امرأة يا شيخ؟ يجب عليها ذلك، رجل أو امرأة. نعم. يجب هذا وإزالة الوشم مهما أمكن ذلك. نعم.